أيضا جزء من هذه الحكاية، وهي حكاية أخرى تماما. هو اسم على مسمى، مهندس بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ماستر كي الصفقات في النادي الأهلي، مهندس عدلي القيعي. قصته قصة، يعني أنا أقول الحمد لله أنه الأهلي في يومها عندما كان حاضر ما فكر في ميسي ورونالدو، لكان خلص الموضوع. عموما الأستاذ عدلي كانت انتصاراته مش في الملعب، خارج الملعب. كان غول لتعاقدات حقيقة للنادي الأهلي، تعاقدات وصفقات خدمت الكيان بشكل كبير جدا. لنستمتع معكم بهذا الفيلم التسجيلي لغول الصفقات المهندس عدلي القيعي. المهندس عدلي القيعي واحد من الأسماء الرنانة التي ارتبطت بنجاحات الأهلي على مدار سنوات طويلة، وتقلد العديد من المناصب، ونال ثقة رموز النادي ومحبيه نظرا لأخلاقه وكفاءته، فضلا عن احترافيته في العمل. ونادرا ما يحصل شخص لم يكن نجما كرويا على شهرة توازي شهرة المهندس عدلي القيعي الذي لقبته جماهير الأهلي بمهندس الصفقات. بدأ القيعي مشواره مع النادي قبل 50 عاما، وتولى العديد من المناصب الإدارية في كل اللعبات الرياضية تقريبا، وانتخب عضوا بمجلس الإدارة لعدة دورات، وقدم للأهلي كل وقته وخبراته، وأصبح النادي كل حياته، ودائما كان ينتمي لمصلحة الأهلي كل الأوقات. القيعي مسيرة حب وعطاء للأهلي، وأحرز للنادي أهدافا كثيرة كلها كانت خارج الملعب، واستطاع أن يحقق الفوز للأهلي في كل مباراة خاضها أمام المنافسين. المهندس عدلي القيعي استحق أن يكون في مقدمة احتفالية الليلة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وتعبيرا عن تقدير الأهلوية لعطاء القيعي ومسيرته الحافلة بالإنجازات، يقوم بتكريمه. القيعي لا يزال في جعبته الكثير، القيعي أهلاوي.